تطمن على نفسك طبعا هي علاج اهالينا في كل مكان يعني ان شاء الله باذن الله عايزين مصر كلها خاليه من الفيروس سي وعشان مصر تبقى خاليه من الفيروس سي لازم المجهود اللي احنا شايفينه ده والتكاتف اللي احنا شايفينه يمكن انا دلوقتي موجود كرئيس شرف في المبادره من خلال بدأنا في الصعيد والبداية كانت في المنيا وده يمكن أنا بنتمي لمحافظة المنيا وسعيد إن أنا أكون متواجد سعيد إن أنا أكون متواجد في حاجة تخدم الناس وفعلا إن إحنا نقدر يكون عندنا أكبر عدد من شفاء طبعا الناس اللي هي عندها فيروس سي هدفنا إن شاء الله 2017 المنيا تكون خالية من فيروس سي نتمنى إن إحنا نوصل لده خلاص عايز معاها أعلنت إن مكمل اتفاق مع محافظ أسوان ومع الكابتن أحمد حسن كابتن أحمد حسن أنا جريت معي ماراثون لصالح مستشفى الأمان مع أبنائي الجيل الثاني والثالث والنهاردة بنشارك أيضا في ماراثون آخر حيتواكب مع العيد القومي لمحافظة المنيا هنجيب برضو أبنائنا من الجيل الثاني والثالث عشان هم يساعدونا في هذه الحملة التوعية لأبناء المنيا ولكافة الصحة.